في ذهاب الدور 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا سيكون ريال مدريد على موعد مع فريق كادش. المباراة ستشهد غياب اللاعب البرتغالي رونالدو، ويسعى الريال الذي يحتل المرتبة الثالثة في الدوري المحلي للفوز باللقب للمرة 20. ضمن إياب الدور 32 يلعب برشلونة متصدر الدوري الإسباني مع نادي فيلا نوفينسي أحد أندية الدرجة الثالثة، وتوج الفريق الكتالوني باللقب 27 الموسم الماضي. يدخل الزمالك معسكرا تدريبيا في دبي اعتبارا من 15 وحتى 11 من الشهر الحالي، وسيلعب وديا في المباراة الأولى أمام نادي الإمارات الإماراتي يوم 7 من الشهر الجاري، ويلتقي في المباراة الثانية أمام الاتحاد الليبي في 10 من هذا الشهر.